Good morning. Today we'll talk about classification of medically important parasites. هنشوف تقسيمة الparasites من قسمها ازاي. عندنا parasites بتبقى divided into helminths اللي هي الديدان أو protozoa اللي هي كائنات وحيدة الخلية أو arthropods اللي هي الحشرات. يبقى أنا عندي الكائنات الطفيلية ككل بتتقسم ثلاث تقسيمات ديدان أو protozoa أو حشرات. هنبدأ دلوقتي بالhelminths اللي هي الديدان. هيلمانسس معناها وورمز بالجريك وورد بتاعها معناها وورمز، وعلى فكرة الوورم دي بتبقى لارج باراسايت، يعني تبقاش صغيرة زي البروتوزوا، لا ده أنا ممكن كمان إن أنا في منها كبير قوي ممكن تبان كويس جدا تحت من غير ميكروسكوب. الهيلمانسس are subdivided into platy helminths which means flat worms. platy helminths ديت اللي هي flat worm بتبقى بالشكل ده، تحس إن هي متطبقة. يا إما نيمات هيلمانسس اللي هي rounded worm بالشكل ده. يبقى أنا لو لقيت rounded worm دي تبع النيمات هيلمانسس، لو لقيت flat worm تبع البلاتي هيلمانسس. نيمات هيلمانسس ما فيهاش مشكلة علشان فيها النيماتودز، لكن البلاتي هيلمانسس بتبقى subdivided into trematoda and cystodes. طيب تعالوا دلوقتي نبدأ ناخد البلاتي هيلمانسس وأول جزء فيها اللي هي التريماتودز. التريماتودز ليها اسم تاني اسمه فلوكس، أوكي؟ ده اللي هو الاسم التاني بتاعت التريماتودز. التريماتودز بتبقى فلات وورم، بتبقى unsegmented يعني كلها حتة واحدة، لأن بعد كده هناخد السيستودز إنها segmented، وفي نفس الوقت بيبقى ليها ميل سكس أورجن وفيميل سكس أورجن مع بعض في نفس الباراسايت، بمعنى إن الباراسايت مفيش منه ميل أور فيميل. يعني الباراسايت بيبقى both sex organs are present in the same worm and this is called hermaphrodites. So trematodes are flat, are unsegmented leaf-like worm and are hermaphrodite except parasite واحد بس هنبقى ناخده اسمه schistosomes. علشان يقدر يلزق في الجسم بيبقى عنده organ of attachment which are called sucker. بيبقى عنده السكر ده في صورة oral sucker، في صورة ventral sucker اللي بيبقى معناه إنه موجود على ال ventral surface يعني surface القداماني بتاعه، وفي ساعات حاجة اسمها genital sucker ممكن إن هي تبقى موجودة. يبقى أنا دلوقتي التريماتود اللي هي flat و leaf like و unsegmented بتبقى محتاجة organ of attachment عشان تقدر تلزق في الجسم، فبيبقى ربنا مديها suckers. في نفس الوقت بما إنها هي flat so it doesn't have a body cavity، لأن هي إيه؟ لأن هي flat. طيب بالنسبة للدايجستيف سيستم هي فلات، فبالتالي تقدر إن هي تأبزورب نيوترين كتيرة قوي من السيرفس بتاعها، فعلشان كده الدايجستيف سيستم بتاعها يعتبر incomplete، ويبقى عندي primitive digestive system incomplete في صورة Y shape وما يكملش الدايجستيف سيستم عندنا. الدايجستيف سيستم ده هنكتشف إن هو ممكن يبقى simple بالمنظر ده أو ممكن يديني شوية branches على الجنب. أوكي؟ ده بالنسبة للشكل بتاعة الدايجستيف سيستم. في نفس الوقت لازم نعرف إن التريماتودز لما بيحطوا الإمبريو بتاعهم اللي هو البيبي بتاعهم بيبقى في صورة eggs، يعني التريماتودز بتحط eggs، علشان كده بنقول عليها ovi paris، paris يعني بتولد وovi يعني eggs. يبقى أنا دلوقتي عندي في البلات هيلمانسس أول حاجة فيها التريماتودز بتبقى flat leaf like worm، بتبقى hermaphrodite organ of attachment in the form of oral sucker and ventral sucker and with a simple digestive system and they are oviparous. Here are some examples of trematodes. شايفين ده؟ هناخده بعد كده مش مهم دلوقتي التسميات، بس ده example ليكو، ده فاشيولا وده هيتروفس. زي ما انتوا شايفين ده الشكل اللي هو diagrammatic اللي احنا اديناه لكم، وده بيبقى الشكل الحقيقي بتاعه. هنا بيبقى فيه oral sucker، هنا بيبقى عندي الventral والgenital sucker، لكن هنا بيبقى عندي oral وventral sucker بس، وهنا زي ما انتوا شايفين بيبقى الintestine المفروض ان هو بيبقى فيه branches على الجناب، لكن ده مش هيبقى فيه. المهم ان الكاركترز بتاعهم فيهم هما الاتنين ان هما flat leaf-like and they are unsegmented. طب تعالوا نشوف تاني واحد من البلاتي هيلمانسس اللي هي الديدان المصفلطحة اللي اسمها السيستودز. سيستودز ليها اسم تاني اللي هي تيب وورم اللي هي الديدان الشريطية. ليه؟ علشان زي ما انتوا شايفين هي عاملة فعلا زي الشريطة. فهي بما انها طويلة جدا فربنا مخللها سيجمنتس كتيرة جدا. So it is a segmented worm. So it is flat and segmented worm.
طب البادي بتاعها هيتقسم لإيه؟ هيتقسم لأول حاجة عندي الراس اللي هي السكالكس، الراس اللي هي السكالكس ديت اللي هي الهيد بتاعتها. الهيد contains organ of attachment، احنا قلنا دلوقتي الديدان علشان تلزق أنا محتاجة حاجة تلزق. الـ organs of attachment بتاعتنا اللي هي عبارة عن السكرز، عندها سكرز، سكرز معناها إيه؟ ممصات، الممصات ديت اللي هي إيه؟ بتبقى عندي حاجة تلزق في الجسم والهواء اللي ما بينهم يتسحب، فبالتالي هي تقوم لازقة فبنسميها ممصات، فبيبقى عندها سكرز أو عندها الجزء بتاع الهاد بتاعها يعني زي ما يكون طربوش طالع منها اسمه روستلم. الروستلم ده لازق فيه هوكس، الهوكس ديت اللي هي الخطاطيف، في منهم بهوكس وفي منهم من غير هوكس، لكن في كل الحالات دي الاورجن اوف اتاتشمنت بتاعت السيستود ككل، ودي موجوده فين؟ موجوده في السكالكس. بعد السكالكس بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي النك، والنك دي وظيفتها ان هي اللي بتديني باقي السيجمنتس دي كلها. بعد كده بيبقى عندي مجموعه من السيجمنتس بقول عليها immature segments، والimmature segments ديت ملهاش اي صفه عندنا، حتى لو انا بصيت عليها تحت الميكروسكوب مش هقدر اتعرف على اي باراسايت بيها، عشان كده اسمها immature. immature بمعنى ان انا لسه ما بقاش completely developed. تحت هنا بيبقى في عندي mature segments. يعني ايه mature segments؟ يعني خلاص السيجمنتس بتاعتي بقت developed، وبقت developed بمعنى ايه؟ بمعنى ان بقت فيها الميل والفيميل sex organs. ما دام السيجمنت بتاعي فيه both sex organs اللي هي الميل والفيميل، اتفقنا ان احنا هنسميها ايه؟ hermaphrodites. يبقى cystodes are hermaphrodites because they contain both male and female sex organs. ادي اهو ده شكل نوع من انواع السيجمنت اخدناه اللي هو الماتيور وكبرناه، وده الماتيور سيجمنت اللي انا عندي. هيبان عندي ان انا عندي الاوفري، انا عندي اليوترس اللي هو هيفتح هنا بالفاجينا، وفي نفس الوقت انا عندي الميل سكس اورجانز في صوره التستيس اللي هي تجمع مع بعض، وهما الاثنين بيفتحوا فتحه واحده اللي هي الكومن جينيتال بول. لما بلاقي الشكل ده يبقى ده الماتيور سيجمنت بتاعه السيستو. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ باقي السيجمنتس عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها جرافيد سيجمنت. ايه بقى الجرافيد سيجمنت دي؟ انا عندي دلوقتي الماتيور سيجمنت الميل والفيميل سكس اورجان، هيحصل بينهم كروس فيرتيلايزيشن في نفس السيجمنت او بينها وبين سيجمنت تاني، فهيبدا ان هو يجمع لي الاجز. هنا برضو الامبريو بتاعها عباره عن اجز. طيب هيبدا ان هو يجمع لي الاجز. طيب الاجز اللي هو عمال يجمعها لي هتتجمع فين؟ في اليوترس. اليوترس ده عادة ما بيبقاش ليه يوتراين اوبننج، ملوش اوبننج معين يطلع منه الاجز، فايه اللي يحصل؟ يبدا اليوترس ده يبقى ديستندد، ويبدا يحصل له برانشنج، ويبدا يعمل كومبريشن على بقيه السيجمنتس، بحيث ان بقيه السيجمنتس مش هتبقى موجوده، او بقيه الاورجنز الموجوده في السيجمنت مش هتبقى موجوده، وكل اللي هيبقى موجود عندي هو اليوترس بس. فده بنسميه ايه؟ بنسميه جرافيد سيجمنت، لان هو زي ما يكون سيجمنت حامل. جرافيد بمعنى ان هي حامل، يبقى انا دلوقتي عندي سيجمنت، سيجمنت ديت كارينج اجز، فبنسميه جرافيد سيجمنت. يبقى تاني، انا عندي تاني واحد من البلات هيلمانسس اسمه سيستودز. السيستودز ديت عباره عن ديدان شريطيه متقسمه لسيجمنتس كتير. اول حاجه عندنا السكالكس اللي هي الهيد، بعد كده عندي نك، عندي الماتيور سيجمنت ماليش دعوه بيه، عندي سيجمنت بدات تبقى ماتيوريتد فيها البوث سكس اورجنز، وبعد كده هيكمل لي بسيجمنتس جرافيد سيجمنتس. يبقى هي ديت الشكل بتاعه السيستودز اللي انا عندي، وده شكله. دي التينيا، اكيد سمعتوا عنها. التينيا زي ما انتم شايفين عامله زي الشريطه فعلا، وهي بتبقى فلات وورم، ده موجوده في جار. لو قربنا منها هنلاقي ان ده الجزء بتاع السكالكس، ده الاماتيور segments، بعد كده بدا يبقى فيها sex organ فبنقول عليها mature segments او mature proglottis، على فكره ده معناها segment برضو، وبعد كده اليوترس يبدا يبقى branching بالمنظر ده، ومفيش بقى الميل sex organ او بقيه الفيميل sex organs الثانيه اللي كانت موجوده، ويعتبر بس زي ما يكون جزء حامل، فبنقول عليها الجرافيد segments، وده الشكل بتاع التينيا adult in jar. دلوقتي بالنسبة للسيستودز اللي عندنا اللي هي التيب وورم، لقينا ان في شوية اختلافات في الورمز اللي محطوطة تحتها، فروحنا قلنا ان انا لو لقيت شوية حاجات
هحطها تحت السودوفيليتي، ولو لقيت حاجات تانية هحطها تحت السايكلوفيليتي. طيب أول حاجة كانت في السكالكس، لو السكالكس بتاعي السكر اللي هي كان الأورجن أوف فيكسيشن بتاعي أو المصمصات طولت مني بالشكل ده وبقت في شكل جروف اللي أنا بسميها بوثريا، بوثريا اللي هي الجروف، لو لقيت الراس بقت بالشكل ده يبقى دي سودوفيليتي. طيب لو لقيته الشكل اللي احنا كنا بنقول عليه ده اللي هو في عندي فور ساكرز وفي عندي روستلم وفي عندي هوكس، يبقى دي تبع السايكلوفيليدي، يبقى ده اول ديفرنس بين السودوفيليدي والسايكلوفيليدي. طيب بالنسبه للماتيور سيجمنت، احنا قلنا يعني ايه ماتيور سيجمنت؟ ماتيور سيجمنت يعني السيجمنت الكارينج الميل اند فيميل سكس اورجن كومبليتلي ديفلوبد، وكنا قلنا ان هي غالبا ما بيبقاش ليها يوتراين اوبننج والاجز بتقعد تتجمع فيها فتتحول لجرافيتي سيجمنت. لقوا بقى ان في مجموعه اللي هي السودوفيليدي عندها يوتراين اوبننج، عندها اوبننج لوحدها في اليوترس، فنستنتج من كده ايه؟ ان هي تقدر تنزل لي الاجز على طول، فبالتالي الجرافيتي سيجمنت مش هيبقى انا عندي جرافيتي سيجمنت هنا، فدي نحطها تحت السودوفيليدي. لكن مجموعه السايكلوفيليدي لقينا ايه؟ لقينا ان اليوترس بلايندلي اند، بلايندلي اند يعني مقفول، يعني مفيش اي فتحه فيه، فنتيجه لكده ايه اللي هيحصل؟ ان انا هبص الاقي عندي فعلا جرافيد سيجمنت. يبقى ده المين ديفرنس بين السودوفيليدي اند سايكلوفيليدي. في ديفرنس ثانيه في اللايف سايكل هناخدها ان شاء الله لما اكلمكم عن اللايف. طيب دلوقتي احنا خلصنا بلاتيهلمنسس اللي هي الديدان المفلطحه واخدنا منها تريماتودا وسيستودا. طيب بالنسبه للنيماتود اللي هي عباره عن الراوند وورم اللي هو الشكل بتاع الورم اللي نوعا ما الواحد متعود على شكله، ده الشكل بتاع الورم. من الشكل بتاع الورم ده نفهم ايه؟ نفهم ان انا بيبقى عندي هنا البادي كافيتي موجود لان هو مدور، فانا عندي البادي كافيتي بتاعي موجود، وفي نفس الوقت عشان احافظ على البريشر اللي موجود في البادي كافيتي ده لازم يكون عندي السيرفس اللي بره ده جامد، عشان كده بنقول عليه تاف كيوتيكل، كيوتيكل اللي هو السيرفس اللي بره ده، علشان يحافظ لي على الاورجنز اللي موجوده جوه. في نفس الوقت هو بيبقى ان سيجمنتد وورم، وبيبقى فيه منه الميل وفي ميل سكس اورجن، يعني بيبقى فيه منه وورم اسمها ميل وفي منها وورم ثانيه اسمها فيميل. وفي نفس الوقت بيبقى انا عندي digestive system هيبقى complete digestive system لان انا عندي الكيوتيكل اللي بره ده شديد tough cuticle، فبالتالي انا مش هقدر اعمل absorption للنيوترينت اللي موجوده حواليا، لا ده انا لازم اكمل digestive system بتاعي. طب كون digestive system complete بداوا يقسموا النيماتود على حسب digestive system بتاعي. في بقى اشكال كتيره قوي من الاسوفاجس. عندنا لو الأسوفاجس بتاعنا كان كله نفس السمك all through بنقول عليه في لا ريفورم أسوفاجس، ودي في باراسايت بياخد الشكل ده. عندنا لو كان في swelling موجود posteriorly بنقول عليها bulb shaped أو club shaped. لو الاتنين swelling فوق بعض بالشكل ده بنقول عليه double، double يعني اتنين فوق بعض، double bulb shaped أسوفاجس. لو كان عندنا في حتة فيها swelling وفي constriction وحتة تانية فيها swelling يبقى ده اسمه rhabditi form esophagus. لو الأسوفاجس كان في صورة cells زي ما انتوا شايفينه كده بنقول عليها cellular esophagus أو trichoroid esophagus، ودي أسماء الباراسايتس بتاعت كل واحد، أنا ما يهمنيش أسماء الباراسايتس ده كإكزامبل ليكم، لكن مهم إن انتوا تعرفوا إن في shapes مختلفة من الأسوفاجس. طيب بالنسبه بقى ان انا ازاي اقدر اعرف ان النيماتود ده ميل او النيماتود دي فيميل؟ الفيميل دايما بتبقى اكبر من الميل، الفيميل بتبقى ليها ستريت بوستيرور اند وايل الميل بيبقى ليها كيرفد بوستيرور اند. طيب فاكرين لما قلت لكم ان التريماتود والسيستود هما الاثنين الامبريو بتاعهم اللي هو البيبي بتاعهم كان ايه؟ كان اج، عشان كده كنا بنقول ان هي اوفي فارس، فارس يعني بتولد ويعني او يعني بتدينا الامبريو بتاعي اج. احنا بقى في النيماتود عندنا كذا نوع منهم، في منهم اللي بيديني اجز فعشان كده بنقول عليها اوفي فارس، في منهم بتديني حاجه تانية هنعرفها دلوقتي حالا اسمها لارفي، واللارفي دي بقى كائنات حيه بس هي بتبقى امبريو، يعني امبريو كده مولود ويعتبر ان هو باراسايت مش اج يعني،
فبنقول عليه فيفي. فيفي يعني عايش، يعني كأنه بينزل لي امبريو عايش، يبقى اسمه فيفي تارس. يا اما اجز جواها الامبريو ده اللي هو اللارفي، يعني اجز جواها لارفي، واول ما تنزل على طول تقوم تهاتش وتطلع الامبريو. فلما نيجي نعمل احنا مثلا ستول اكزامينيشن ما نلاقيش غير اللارفا، اوكي، لان الاج خلاص اتفتحت، فساعتها بنسميها اوفي فيفي فارس. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الهيلمانسس عندنا. لو احنا تراقب ونشوف المقارنات ما بين التريماتودا والسيستودا والنيماتود، فلات فلات، لكن دي سيلندريكال، نون سيجمنتد، دي سيجمنتد ودي نون سيجمنتد. طب بالنسبه للبادي كافيتي، مين اللي عنده بادي كافيتي؟ النيماتود، لان هي الوحيده السيلندريكال. طب بالنسبه للسكس، دي اسمها هيرمافرودايت، يعني الاثنين سكس اورجن موجودين في باراسايت واحد ما عدا الشيستوسومز، هي اللي في منها ميل وفيميل، دي برضو هيرمافرودايت، لكن دي يوني سكشوال، يعني في الميل لوحده والفيميل لوحده. طيب انا محتاج هنا سكرز، في التريماتود انا محتاج سكرز لان هو ليف لايك، انا مش عارف الزق باي حاجه غير بسكرز. السيستود ذات نفسه محتاج سكرز، محتاج سكرز برضو ليف لايك او يعني مطبق، فبالتالي انا مش عارف ان انا الزق فمحتاج سكرز. لكن النيماتود مش محتاج سكرز لان هو سيلندريكال، الجزء القداماني يروح يبقى امدد او يستخبى في الانتستين. فده بالنسبه للنيماتود ان هو ما عندوش سكرز. طب بالنسبه للاليمنتري كانال، هنا ما عندوش اصلا، ودي بلايند، ما عندوش انس، ما كملش، لكن ده لازم يبقى كومبليت واند ويز انس. احنا كده خلصنا الديفرنسز بين تريماتود وسيستود ونيماتود از ريجارد المورفولوجيكال بوينت اوف فيو. What about the life cycle of helminths؟ life cycle معناه دوره الحياه، ودوره الحياه begins with the egg، بيبقى عندي بعد كده larval stages اللي هي اليرقات، وبعد كده بيترانسفورم في الآخر into an adult. لازم نبقى متفقين إن أنا عندي ال host which harbor the adult stage is called definitive host، وال host which harbor the larval stage is called intermediate host. في حالة التريماتود بيبقى عندي definitive host في صورة المان، يبقى المان هو ده اللي هيبقى فيه ال adult، وبيبقى عندي two intermediate host، واهم حاجه ان ال first intermediate host is always a snail. دايما ال intermediate host بتاعي لازم يبقى snail، وفي انواع بيبقى عندي السنيل بس ك intermediate host اللي هو زي الشيستو، لكن في انواع تانية بتحتاج two intermediate host. يبقى انا دلوقتي بالنسبه للتريماتود ايه المهم عندي؟ ان انا اعرف ان ال definitive host بتاعي هو المان، وان هو بيحتاج لاثنين انترميديت هوست وساعات بيحتاج لوان انترميديت هوست، وان لازم الانترميديت هوست بتاعي بيبقى في صوره السنيل. طيب تاني حاجه، ايه اللارفال ستيجز اللي بيعدي عليها الباراسايت قبل ما يوصل للمان؟ اسمهم ايه؟ اول ستيج اسمه ميراسيديا، تاني ستيج اسمه سيركاريا، وممكن ان احنا نوصل لميتا سيركاريا، وبيبقى في ستيجز تانيه في النص. تعالوا نبص عليها هنا، ادي الاج، الاج بتطلع لي ميراسيديان اللي بعد كده هترانسفورم انتو سيركاري، وممكن يكون في ستيجز في النص او بيبقى فيها ستيجز في النص زي السبوروسيست، وممكن يكون في ريدي. وفي ساعات الميراسيديان ديت تتحول لسيركاريا، وبعد ما تتحول لسيركاريا الديل بتاعها بينفصل وتبقى انسيستد بالمنظر ده، فبنسميها انسيستد ميتاسيركاري. كل دولت larval stages في حياة مين؟ في حياة التريماتود. يبقى أنا لما أجي أقول لك إن أنا عندي سنيل في اللايف سايكل، يبقى دي على طول تريماتود. لما أجي أقول لك إن أنا عندي في اللايف سايكل بتاعي ميراسيديا أو سيركاري أو انسيستد ميتاسيركاريا، يبقى أنا برضو بتكلم على التريماتود، وده بس المهم بالنسبة لي في اللايف سايكل بتاعة التريماتود. طب تعالوا نشوف بقى بالنسبة لللايف سايكل بتاعة السيستود. بالنسبة لللايف سايكل بتاعة السيستود، أنا بيبقى عندي تو هوست بس، الأدلت موجود جوه الإنسان، يبقى الإنسان ده اسمه ديفينيتيف هوست. اللارفا بتبقى موجودة جوه موست أنيمالز، أوكي، يبقى ده اسمه إيه؟ انترميديت هوست. يبقى ده الحاجة الأساسية في السيستود، إن أنا غالبا بيبقى عندي تو هوست.
ما عدا واحد اسمه هيمنلوبس عنده وان هوست وديفلوبوستريم عنده تو هوست، مش مشكله. انا يهمني بس ان انتوا تبقوا عارفين الجنرال كريتيريا، ان انا بيبقى عندي ديفينيتيف هوست وبيبقى عندي انترميديت هوست غالبا في صوره انيمال. تمام. طب ايه بقى بالنسبه لللارفال ستيجز، اللي هي الستيجز اللي هي بتبقى موجوده جوه الانترميديت هوست؟ فاكرين لما قلت لكم ان انا عندي سودوفيليدي وسايكلوفيليدي وهقول لكم الفرق بينهم في اللايف سايكل؟ السودوفيليدي ديت بتنزل لي اك، والاك ديت ما فيهاش فتحه في من فوق فبقول عليها نون اوبيركليتد اك. السودوفيليدي بيبقى الاك فيها فتحه من فوق فبقول عليها اوبيركليتد اك. مجموعه السودوفيليدي بتنزل لي لارفات سوليد، يعني ما فيهاش سيست ما فيهاش ميه. مجموعه السايكلوفيليدي بتحب تعمل لي سيستات قوي، يعني تحب تعمل، يعني ايه سيست؟ يعني بقليله كده فيها ميه، بتحب ان هي تعمل سيستات. يبقى السيستي سيركس او الاسماء دي كلها اللي انا مش مهمه بالنسبه لي، دي كلها بتاعه السيستود بتاعه السايكلوفيليدي. لكن السوليد من ناحيه الكوراسيديم بروسيركويد بليروسيركويد دي بتاعه السودوفيليدي. يعني مثلا كاكزامبل اهي دي الدايفلوبستريم، ان انا بيبقى عندي الاج اهي تتحول لي لكوراسيديم وتتحول لي للبروسيركويد جوه اهو واحد من الانترميديت هوست، وهتتحول لي لبليروسيركويد في انترميديت هوست تاني. يبقى الستيجز ديت هي الستيجز بتاعه السيستودز. طيب ايه بالنسبه لللايف سايكل بتاعه النيماتودز؟ النيماتودز ظريفه جدا بقى، هو بيحتاج لهوست واحد بس اللي هو الادلت. موجود فين؟ موجود في الهيومن. الهيومن ده ينزل لي اج، وبعد كده هتعدي لي بأربع لارفال ستيج. أول اتنين لارفال ستيج بقول عليها رابدي دي فورم لارفا، رابدي دي فورم لارفا لأن عندها رابدي دي فورم أوسوفيجس، وأنا قلت لكم الشكل بتاعت الأوسوفيجس. وتاني اتنين لارفال ستيج بقول عليهم فيلاري فورم لارفا أو فيلاري فورم أوسوفيجس، لأن هم عندهم فيلاري فورم أوسوفيجس، وبعد كده تتحول للأدلت. النيماتودز الوحيدة اللي ليهم تو هوست دي اللي احنا هناخدهم السنه دي في البلاد موديول، اللي هم الفيلاريال وورم اللي هي بتحتاج وان هوست مان وانذر هوست اللي هو الموسكيتو اللي هي هتنقل لي الانفكشن. طيب يبقى كده نختصر اللي احنا قعدنا نقوله في اللايف سايكل في ايه؟ ان التريماتود غالبا بيحتاج 3 هوست، وان لازم الفيرست انترميديت هوست يكون سنيل، وان اللارفال ستيج تحته اسمها ميراسيديم سبوروسيست سيركاريا او ميتاسيركاريا. ان السيستودز محتاجين تو هوست بس، واحد ديفينيتيف هوست وغالبا الانترميديت هوست ده انيمال، مش مهم بالنسبه لي دلوقتي الاكسبشنز. اوكي، بالنسبه للنيماتود ان اللايف سايكل بتاعته بتبقى في وان هوست بس، ما عدا الفيلاريال وور هي اللي بتحتاج تو هوست، وساعتها الانترميديت هوست بتبقى في صوره موسكيتو او حشره، الوحيدين اللي عندهم انترميديت هوست في صوره حشره، واللارفال ستيج تحتي بتبقى اللي هي رابيدي فورم لارفا وفيلاري فورم لارفا. يبقى دي الديفرنس اللي موجوده في اللايف سايكل بتاعتي. تعالوا بقى نتكلم عن البروتوزوا. البروتوزوا دي عباره عن سنجل سيلد مايكرو اورجانيزم، يعني هي كائنات وحيده الخليه، ومع انها كائن وحيد خليه الا ان الخليه دي بتقدر تقوم بكل الفانكشنز اللي عندها. التقسيمه دي تخلوها لدلوقتي. طب ايه هو الجنرال كاركترستيك بتاعه البروتوزوا؟ البروتوزوا ديت بتتكون من نيوكليس وبتتكون من سيتوبلازم بس كده. السيتوبلازم بتاعها بيتقسم لنصين، نص جرانولر بقول عليه اندوبلازم، والنص خارجي بيبقى عباره عن زي ما انتم شايفين ما فيهوش جرانيولز خالص بقول عليها الاكتوبلازم. يبقى هو نيوكليس وعندي سيتوبلازم، ومع انه هو سيمبل بالشكل الفظيع اللي انتم شايفينه ده، الا ان هو بيحتوي على كل الاستراكشرز اللي ممكن تتخيلوها. عندي اندوبلازميك ريتيكولم، عندي فيسيكلز، عندي لايزوزومز، عندي ميتوكوندريا، عندي الحاجات دي كلها، بس احنا مش هناخدها ومش هناخدها بالتفصيل تماما. يعني المهم بالنسبه لنا هو النيوكليس. النيوكليس ده ممكن يبقى سيمبل واحد بس، او ممكن يكون في شويه باراسايت في منها اللي هي بتبقى مالتيبل او دبل. المين فانكشن طبعا بتاعه النيوكليس اللي هي مسؤوله عن الريبرودكشن او مسؤوله عن الريبليكيشن بتاعي. طيب البروتوزوا دي مختلفه عن الهلمانسس بالنسبه للريبرودكشن بتاعها اللي هو التكاثر بتاعها.
انا عندي الهلمانسس سواء هيرمافرودايت او سواء في منها ميل وفيميل بيديني الاج والاج تدي لاربا وهكذا. بروتوزوا ما فيهاش الكلام ده. بروتوزوا عشان تعمل ريبرودكشن بتعتمد مينلي على انها تقعد تنقسم. لو انا كان عندي الانقسام بتاعي في نفس الباراسايت كده لوحده ده بقول عليه asexual reproduction. لكن لو كان في exchange between materials ما بين كذا بروتوزوا مع بعض او جنب بعض او هنشوف دلوقتي ازاي دي بقول عليها sexual reproduction. طب تعالوا نتكلم الاول عن asexual reproduction. في نوع من انواع الريبرودكشن زي ما قلت لكم الريبرودكشن يعني التكاثر وغالبا هنا التكاثر بيبقى في صوره انقسامات. في عندي نوع سيمبل جدا عباره عن ايه؟ ادي نيوكليس والسيتوبلازم. النيوكليس يتقسم اثنين، السيتوبلازم يتقسم اثنين، وبعد كده السيتوبلازم يتقسم خالص اهو يبقى واحد اداني اثنين. دي اسهل حاجه في الدنيا. فمن اسميها سيمبل بينري فيشن. ده اللي هو عباره عن ان انا انقسمت انقسام سيمبل جدا واحد اداني اثنين. وده انا ما حصلش اكسشينج بتوين باراسايت بتوين البروتوزوا وبعضها فهي نوع من انواع الاسكشوال ريبرودكشن. طب في نوع تاني؟ ايه بقى؟ ان يحصل الانقسام اللي حصل ده بس بدل ما يبقى كده من بره زي ما انتم شايفينه هنا، لا ده الانقسام حصل جوه المذر سيلز. يعني انا عندي المذر سيلز اهي، المذر سيلز هتفضل موجوده تكون لي النيوكليس تتقسم اثنين والسيتوبلازم جواها هيبدا يتقسم اثنين. شايفين عمل اثنين دوتر سيلز واللي بره لسه موجود لحد ما الدوتر سيلز دي تضغط على اللي بره وتقوم تنقسم. يبقى دي حصلت جوه المذر سيلز فبنقول عليها انترنال، ويعتبر نوع من انواع البادنج اللي هو زي ما يكون يعني عارفين زي بروس كده اللي هي طلعت فبنسميها انترنال بادي. يبقى دي عباره عن تو دوتر سيلز present inside a mother cells until separation. دي اسمها ايه؟ internal body. طب هل في نوع تاني من الاسكشوال ريبرودكشن؟ ان انا يبقى عندي نيوكليس والنيوكليس دي بدل ما تتقسم اتنين بس زي ما حصل في الريبرودكشن ده، لا اتقسمت تقسيمات كتيره جدا وكل جزء منها اخد جزء من السيتوبلازم حواليها. اوكي، فبما ان ده عباره عن حاجه حسب المالتيبل يعني واحد بس طلع لي مالتيبل في الاخر فاسمه ايه؟ اسمه مالتيبل فيشن. يبقى كده انا عندي بالنسبه للريبرودكشن اوف بروتوزوا، بالنسبه للاسكشوال ريبرودكشن انا عندي السمبل بينري فيشن، انا عندي الانترنال بادينج، انا عندي المالتيبل فيشن. طب وات اباوت السكشوال ريبرودكشن؟ في حاجه اسمها سبوروزوا دي ما تقلقوش خالص دلوقتي هناخدها بعدين. المهم بالنسبه لي النوع بتاع الريبرودكشن ده، لو انا الجزء بتاع البروتوزوا ده كون لي حاجه اسمها ميل وفيميل جاميتوسايت، دولت لما يتجمعوا مع بعض ما دام ميل وفيميل واتجمعوا مع بعض وادوني زايجوت اللي هو الامبريو بتاعي، مش يعني الزايجوت اللي هو الكائن الاولي خالص، ده اسمه زايجوت، ده اسمه جاميتوجوني، ده نوع من انواع السكشوال ريبرودكشن. طيب في نوع تاني من انواع السكشوال ريبرودكشن، حاجه اسمها كونجوجيشن. عباره عن ايه؟ عباره عن تو اورجانيزم يلزقوا جنب بعض. شايفين ده النيوكليس بتاعته عباره عن زرقاء وده النيوكليس بتاعته حمراء، وبعد كده يحصل اكستشينج، ده ياخد جزء من الاحمر وده ياخد جزء من الازرق. يبقى ده كده عمل ايه؟ عملوا اكستشينج للنيوكليير ماتيريال. فما دام في اكستشينج يبقى ده نوع من انواع السكشوال ريبرودكشن اسمه كونجوجيشن. يبقى لازم تعرفوا ان ده نوع من انواع السكشوال ريبرودكشن اسمه كونجوجيشن وده اسمه جاميتوجوني. طيب ايه تقسيمه البروتوزوا؟ لما جينا نقسم البروتوزوا راحوا مقسمينها على حسب حاجه مهمه جدا اللي هي بتتحرك ازاي. هي بتتحرك ازاي باللغه الاساسيه اسمها اورجان. اورجان يعني ايه؟ الحاجه اوف لوكوموشن، يعني هي عندها ايه بتقدر تخليها تتحرك. فتقسمت لمجموعه اسمها اميبي. ايه الاميبي دي؟ اميبي دي عباره عن كائن بيبقى ملوش شكل محدد وفي نفس الوقت يبدا يطلع لي رجل او حته من السيتوبلازم لبره ويدخلها تاني ويطلع حته تانيه ويدخلها ويطلع حته تانيه ويدخلها. يبقى هي في الاصل ما عندوش رجلين لكن الاكستنشن دي عامله زي ما يكون هو عنده رجلين فسميناها الارجل الكاذبه اللي هي السودو يعني الكاذبه وبوديا اللي هي الرجلين. فدي اللي عندهم السودو بوديا حطيناهم تحت الاميبي. طيب
المجموعة اللي بعد كده اسمها فلاجيليت. ايه الفلاجيليت ديت؟ اللي بيبقى عندهم زي كرباج طالع منهم وتبر الشكل بتاعها، يعني ده باراسايت وده باراسايت وده باراسايت. لو الاورجن اوف لوكوموشن، وقلت لكم يعني ايه اورجن، يعني الجزء ده، يعني معناه الجزء اللي موجود في الباراسايت. لوكوموشن يعني مسؤول عن الحركه بتاعت الباراسايت. لو كانت في صوره فلاجيلا اللي هي عامله زي كرباج، يبقى ده تبع الفلاجيلات. طيب المجموعه اللي بعدها اسمها ايه؟ اسمها سيليتس. ايه السيليتس دي؟ لما تبقى covered with cilia، اللي هي زي ما يكون covered بشعر، دي اسمها ايه؟ سيليت. نيجي لاخر مجموعه اسمها سبوروزوا. ايه السبوروزوا ديت؟ السبوروزوا دي بقى ما عندهاش اي اورجن اوف اتاتشمنت، ربنا مديها حاجه فوق هنا بس اسمها ابيكال كومبلكس، ولما تيجي تتحرك تتحرك ببندنج كانها ورقه شجر كده بتتحرك بس. اوكي، دي المجموعه دي اسمها ايه؟ السبوروزوا. يبقى الميديكال امبورتنت بروتوزوا classified into أميبي لو عندها سودوبوديا، فلاجيليتس لو عندها فلاجيلا، سيليتس لو عندها سيليا، وسبوروزوا اللي ما عندهاش special organ of locomotion. آخر حاجة عندنا هي الأرثروبود. أرثرو يعني jointed وبودز يعني legs، اللي هي المفصليات أو اللي هي إيه، حشرات. الأرثروبود اتقسمت into insecta، arachnida وكراستيشيا. الارثروبود دي بتبقى classified into insecta، ودي اللي احنا قلنا فيها الدبان والناموس، وفي اراكنيدا اللي بيبقى فيها القراط اللي هو المرض اللي بيمسك الكلاب، وفي عندي كراستيشيا اللي هي عامله زي برغوت الميه، دي برضو بتنقل لنا امراض. الفرق فين بيهم؟ في المورفولوجي. لو احنا بصينا هنا هنلاقي ان البادي متقسم هاد ثوراكس ابدومين، هنا لا، في عندي بورشن على بعض، وهنا برضو بيبقى عندي كفاله ثوراسيك بورشن وابدومينال بورشن. طيب في حاجة عند الهيد هنا بيبقى على الجنبين هنا اسمها أنتنة، اللي هي قرون الاستشعار. هنا بيبقى فيه 1 pair of antenna، هنا مفيش أنتنة أصلا، هنا فيه 2 pair of antenna. طب بالنسبة للأجنحة، هنا بيبقى فيه 2 جناحات كبار أو mostly بيبقى عندهم wings، هنا ما عندهمش wings أصلا، وهنا ما عندهمش wings أصلا. طيب التقسيمة الأساسية بقى عندنا اللاجز، هنا في 3 pairs of legs، يعني في 3 الناحية، 3 pairs يعني ايه؟ يعني 3 و3. هنا في 4 pairs of legs، 4 و4، وهنا بيبقى عندي، بس هنا مش باينين شوية في الصورة، من 4 ل5 pairs of legs. يبقى انا دلوقتي مهم ان انا اعرف فيهم ايه، ان انا لما اجي اقول لك انسكتا دي فيها ايه؟ فيها 2 wings، فيها 3 pairs of legs ولا 4 ولا 5؟ لا، فيها 3 pairs of legs. اوكي، يبقى دي الكلاسيفيكيشنز بتاعت الارثروبود. شايفين الانسكتا دي؟ هي دي اللي احنا هناخدها السنه دي في البلاد موديول، اللي هي بتنقل لي الملاريا او الليشمانيا او الحاجات التانيه. كلاس انسكتا دي كبيره جدا، بتضم كذا سب كلاس تحتها. في عندنا دابترا، ده يعني تو دابترا، يعني تو وينجز كبار، فدي بتضم الموسكيتو والفلايز، واحنا هناخد الموسكيتو السنه دي في البلاد موديول عشان بتنقل الملاريا وبتنقل الليشمانيا وبتنقل امراض كتيره هناخدها، فدي اللي هي بتبقى تحت الكاتيجوري بتاعت الدابترا، بيبقى عندهم تو وينجز كبار. في نفس الوقت في عندنا حاجة تانية اسمها سايفونبترا. سايفونبترا ديت اللي هي بتضم الفلي، الفلي اللي هو ده اللي هي البراغيث. في عندنا هيمبترا، هيمبترا ديت بتضم يا إما باراسايت، يا إما بيبقى ليه complete pair of wings، يا إما ما بيبقاش فيه wings وبيبقى reduced بالشكل ده، وبيبقوا compressed. التلاتة دولت البادي بتاعهم بيبقى compressed بالشكل ده. في مجموعة تانية اسمها أنوبلورا، ودي بتضم اللي هو الأمل، اللايس دي اللي هي الأمل، ودولت برضو بتبقوا بتحسوا إن هي دورسو فنترالي كومبريسد. يعني إيه؟ يعني إن هما بيبقوا متطبقين. المجموعة دي بتبقى وينجلس، المجموعة دي بتبقى وينجلس. المهم في الكلام ده كله إن تعرفوا إن كلاس إنسكتا كبيرة بتضم كذا كاتيجوري، مش مهم عند التفاصيل، المهم إن تعرفوا إن هي الدابترا دي هي دي مينلي اللي إحنا هناخدها في البلاد موديول السنة دي. طيب ارثروبود الديفلوبمنت بتاعه بيبقى ازاي؟ في عندنا حاجتين في لللايف سايكل بتاع الارثروبود، يا اما الادلت يداني اب وبعد كده بيديني حاجه اسمها لارفا، واللارفا زي ما انتم شايفين شكلها مختلف خالص عن الادلت، وبعد كده اللارفا تديني بيوبا اللي هي برضو شكلها مختلف خالص عن الادلت. يبقى انا كده عندي اللايف سايكل بتاعي عباره عن ادلت واداني 4 ديفرنت او 3 ديفرنت ستيجز عنه.
اوكي، ده بقى اسمه ايه؟ اسمه complete metamorphosis، يعني بمعنى ان في complete change في المورفولوجي بتاعنا. يا اما بيبقى عندي adult اداني الاج واداني حاجه اسمها نيمف بيبقى شبه الادلت بالظبط بس sexually immature، فساعتها بنسميه incomplete metamorphosis لان دول الاتنين شبه بعض. احنا كده نبقى خلصنا الجزء بتاع الكلاسيفيكيشن المهم بالنسبة لنا، وشكرا جدا.